اهلا بيكم في ساينس بايتس، انا احمد ابراهيم. الاسبوع اللي فات اتكلمنا مع بعض عن جلايكوليسيس، وفي الفيديو ده هنتكلم عن كريبس سايكل او ترايكربوكسيليك اسيد سايكل او سيتريك اسيد سايكل، مش فارقه تختار اني اسم من الثلاثه، الثلاثه صح. المهم تبقى عارف انها سايكل، يعني المواد الخام اللي هنحطها في بدايه السايكل لازم ترجع لنا مره تانية هي عشان نعيد استخدامها تاني. سايكل. قبل ما نخش على كريبس سايكل، حابب اعرفكم على نتائج كريبس سايكل الاول. بعد لفه واحده من كريبس سايكل المفروض نطلع بواحد اي تي بي، وزي ما اتفقنا دي عمله الطاقه بتاعه الخلايا، 3 ناد اتش وواحد فاد اتش 2. هو فاد اتش 2 ده جاي امتى؟ فاد اتش 2 ده شبه الناد اتش. الناد والفاد بطاريات يخشوا يمسكوا الكترون، يمسكوا شويه طاقه ويتحولوا لناد اتش او فاد اتش 2. في النهايه بناخد كل الناد اتش اللي طلع ده والفاد اتش 2، وفي الستيب اللي بعد كريبس سايكل بنحولهم لاي تي بي، كأنك بتحول عملة. وعلشان الناد والفاد يخشوا اي تفاعل ويخطفوا منه هيدروجين، ده معناه ان احنا هنشوف اني انزيم دي هيدروجينيز. وبما ان في 3 ناد اتش هيطلعوا واحد فاد اتش 2، ده معناه ان احنا هنشوف الدي هيدروجينيز 4 مرات، منهم مرتين ورا بعض. معلش قبل ما نبتدي كريب سايكل، في حاجة مهمة لازم نقولها. في ستيب صغيرة اسمها بايروفيت اوكسيديشن قبل كريب سايكل، صغيرة قوي. البيروفيت اللي طلع لنا من جلايكوليسيس اللي فيه 3 كربونز، هنضحك عليه شويه، هنسرق منه كربوناي نطلعها ككربون دايوكسيد، وهنسرق منه شويه طاقه وهيدروجين، فهيجي طبعا الناد ياخد الهيدروجين والانرجي ويتحول لناد اتش. وبما اننا ضحكنا عليه فهندي له حاجه كده اسمها كوينزيم اي، هيمسك فيها وهيتحول لكومباوند فيه 2 كربونز بس اسمه اسيتايل كو اي. بس كده تعالوا بقى نخش على كريبس سايكل. اول حاجه هتحصل ان الاسيتايل كو اي ده هيقابل كومباوند اسمه اوكزالو اسيتيك اسيد. اوكزالو اسيتيك اسيد ده فيه 4 كربونات، يمسك فيه الاسيتايل كو اي ويتحوله لكومباوند فيه 6 كربونات اسمه سيتريك اسيد، على اسم السايكل. مش السيتريك اسيد ده اللي موجود في البرتقال؟ خلي بالكم ان السيتريك اسيد فيه 6 كربونات، ولازم على اخر السايكل يوصل تاني للاوكزالو اسيتيك اسيد زي ما اتفقنا اللي فيه 4 كربونات. يعني في كربونتين هيخرجوا بره السايكل، هيخرجوا في صوره كربون دايوكسيد. تعالوا نشوف الخطوات. اول خطوه سهله جدا، هنحول السيتريت للايزومر بتاعه اللي هو الايزو سيتريت. وزي ما اتفقنا قبل كده الايزومرز هم كومباوندز ليهم نفس الفورميلا بس ترتيب المولكيولز مختلف، فهيتحول السيتريت للايزو سيتريت بانزيم اسمه اكونيتيز. بعد كده الايزو سيتريت هيتاخد على اخوانه وهتتسرق منه اول كربونايه في السايكل، ويتحول لكومباوند فيه 5 كربونز بس اسمه الفا كيتو جلوتاريت. كمان في الخطوه دي الناد مش هيفوت الفرصه، وهيخش يسحب هيدروجين ويسحب انرجي ويخرج كناد اتش. وبما ان الناد حصل له ريدكشن، يبقى هنستخدم دي هيدروجينيز. في الحاله دي هنسميه ايزوسيتريت دي هيدروجينيز. وبعدين الالفا كيتو جلوتاريت مش انصح من الايزوسيتريت، هيحصل فيه نفس الكلام وهتتسرق منه تاني كربونايا، والناد برضه هيحصل له ريدكشن ويخرج كناد اتش. بس في الحاله دي الانزيم هيبقى الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز، ويتبقى لنا كومباوند اسمه ساكسينايل كو اي. طبعا ده فيه 4 كربونز بس. احنا كده وصلنا لعدد الكربونز اللي عايزين نوصل بيه لاخر السايكل، لان الاوكزالو اسيتيك اسيد كان فيه 4 كربونز. يبقى احنا كده ماشيين صح. الساكسينايل كو اي ده مش ستيبل الصراحه. وبيني وبينكم كده الكو اي دي هتتحول لفوسفيت. بعد كده هنخش على الخطوه اللي جايه. هنا بقى هيجي ادينوزين داي فوسفيت، او في بعض الخلايا بيبقى جوانوزين داي فوسفيت، ويمسكوا الفوسفيت دي ويخرجوا بيها، ويبقى الاي تي بي خرج في البروسيس دي، الادينوزين تراي فوسفيت، او في بعض الاحيان بيبقى جوانوزين تراي فوسفيت، مش هنتكلم في الموضوع ده دلوقتي، ويتحول الساكسينايل كو اي لساكسينيت. ما تتلخبطش، الكلام لحد دلوقتي سهل. السيتريت اتحول للايزومر بتاعه اللي هو الايزوسيتريت، وبعد كده الايزوسيتريت اتضحك عليه واتاخد منه كربون وانرجي وتحول للالفا كيتو جلوتاريت. نفس الكلام حصل في الالفا كيتو جلوتاريت واتضحك عليه وتحول للساكسينايل كو اي، والساكسينايل كو اي اتحول لساكسينيت. من اول هنا بقى الاسامي متشابهه شويه. في الستيب دي بقى هيجي دور البطاريه الثانيه الفاد. الفاد هيخش يسرق شويه طاقه من الساكسينيت، يخرج فاد اتش 2، والساكسينيت هيتحول لفيوماريت. معلش هنضيف ميه على الفيوماريت ويتحول لنا لماليت. ساكسينيت فيوماريت ماليت. خلاص كده احنا وصلنا لاخر ستيب في الكريبس سايكل. يخش ناد على الماليت ويعمل له اوكسيديشن ويمسك في هيدروجين ويخرج كناد اتش، والماليت يتحول اوكزالو اسيتيك اسيد.
ونبقى كده رجعنا تاني للأوكسالو أسيتيك أسيد اللي احنا كنا ابتدينا بيه، وده كان الهدف بتاعنا. بس احنا ملفيناش على الفاضي، من أول ستيب التالتة واحنا ابتدينا المكاسب، ستيب التالتة والرابعة طلعنا 2 ناد اتش، والستيب الخامسة طلعنا 1 اي تي بي أو جي تي بي زي بعض، والستيب الستة طلعنا فاد اتش 2، وفي الستيب الأخيرة طلعنا ناد اتش تاني، ونبقى كده خلصنا كريب سايكل. بس طبعا لازم نبقى فاكرين حاجة، احنا بيطلع لنا من جلايكوليسيز 2 بايروفيت مش واحدة، فعشان نعرف الناتج الحقيقي لكريب سايكل لازم نضرب اللي احنا عملناه ده في 2، عشان كريب سايكل هتلف مرتين على 1 جلوكوز موليكيول. ونبقى كده شرحنا باختصار لاي اوت عن كريب سايكل. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدوسوا على لايك وسبسكرايب ولا زر الجرس الجميل ده عشان يجيلكوا نوتيفيكيشن كل ما يبقى فيه فيديو جديد. سلام.